نعم، هو يسأل عن رؤية الأفلام الوثائقية التي أحيانا يكون فيها بعض الموسيقى، فيقول هل يجوز مشاهدة هذه الأفلام أو لا؟ يفرق أهل العلم بين السماع والاستماع، يفرقون بين سماع الموسيقى وبين الاستماع للموسيقى. الاستماع للموسيقى أن يقصد الموسيقى، هو يريد أن يستمع، هو يتلذذ بسماع الموسيقى، هو يريد سماع، هذا الذي لا يجوز. أما السماع مثل أنت رايح المطار مثلا تسمع موسيقى، مثلا ذهبت إلى السوق لتشتري شيئا في موسيقى، مثلا في الطائرة، مثلا في موسيقى في يعني أماكن عامة مثلا تسمع الموسيقى، يعني هي تدخل عليك مو أنت اللي تدخل عليها، يعني هي تأتيك غصب عليك مثلا تسمعها. فيفرقون بين السماع والاستماع. الاستماع اللي يكون الإنسان هو الذي يريد أن يسمع، السماع هي تدخل عليه. ففرق بين هذا وهذا. ومع هذا الذي يشاهد هذه الأفلام الوثائقية يعني هو لا يريد الموسيقى ولكن يريد المحتوى الذي في الفيلم الوثائقي هذا، فلا مانع إن شاء الله. وإن استطاع الحمد لله الآن في الريموت، يعني عند هذا التحكم جهاز التحكم من بعيد، إذا ظهرت الموسيقى يخفف صوتها يزيلها يعني، ثم بعد ذلك يرفع صوت، وهكذا والله المستعان.